السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال طيبه ان شاء الله. هذه الوصفه هذه هي عباره عن فكره ديال تحليه تقدروا تقدموها باي فاكهه عندكم في الدار. فكره بسيطه، مثلا انا كان عندي الكيوي في الدار كان حامض بزاف ما قدرناش ناكلوه، فدرتو في مع الكاسترد ومع مع البسكوي و يعني قدمته بطريقه اخرى، جا زوين وبنين. فشديت الكيوي قطعته بهذه الطريقه هذه لان غادي نستفو في الكاس باش يبان بداك الشكل ديالو. البسكوي اللي كان عندكم موجود، انا كان عندي بسكوي مهرس فهرسته مزيان ودرته في الكيسان. وبالنسبه للكاسترد اللي غادي نصايب دابا، غادي درت 4 الاكواب ديال الحليب و3 المعالق ديال لا كريم باتيسير اللي كنقولوا لها لا كريم باتيسير، البودره ديال لا كريم باتيسير. وتقدروا ديروا 4، ولكن انا ما بغيتوش يجيني عقد بزاف، بغيت يجيني خفيف في الماكله باش ما تجينيش هذيك التحليه ناشفه شويه ولا صعيبه في الماكله. فانا درت غير 3 المعالق، 4 الاكواب ديال الحليب، 3 المعالق ديال لا كريم بودر، وحليته بهذاك السكر الطبيعي اللي تيقولوا له هنايا قره، تيقولوا له في باكستان والهند قره. كنظن عندكم فكره عليه. دونك شديت هذاك هو يعني المصدر ديالو هو عصير قصب السكر، تيعصرو وتيبقاو يسخنوا يطيبوا حتى كيجمد حتى كيولي ثقيل شويه. صافي فاش كيبرد راه كيجمع راسو بحال هكاك. دونك انا شديته هرسته هذاك، استعملته كمحلى، هرسته وحليت به هذا ودرت شويه د الملحه باش تقاد ليا الحلاوه، وبقيت كنحرك حتى عقد ليا هاد الكاسترد هذا وقدمته في الكيسان. درت الطبقه الاولى هي ديال البسكوي، الطبقه الثانيه ديال الكيوي اولا ديال الكاسترد، وعاد زدت شويه ديال الكيوي ودزت الفاكهه اللي عندكم، ديروا اللوز ديروا الكركاع اللي عندكم باش كتجي ديك القرمشه شويه مع البسكوي ومع الكاسترد كتجي زوينه في الماكله. بغيتو ديروها صحيه اكثر، ديروا البسكوي يكون دايجستيف بسكيت ولا الصابلي اللي عندكم كتصايبوه باللوز اولا بشي حاجه صحيه، يعني المكونات ديالو يكون صحي اكثر، اولا ديال القمح اولا البسكوي ديال الشعير كيكون زوين. البسكوي كيبقى على حسب الاختيار، انا عطيتكم افكار يعني لتحليه صحيه، وتحليوها باللي بغيتو، حتى الا درتو السكر ديروه قليل شويه وديروا الفاكهه تكون حلوه، مثلا البنان او التفاح او شي حاجه اللي تكون فيها نسبه السكر عاليه باش ما تضروش انكم تزيدوا السكر بزاف. فكيف ما كتشوفوا الطبقات كتبقى على حسب الاختيار، ديروا البسكوي هو الاول ك يعني اساس، وعاد كديروا الكاسترد وكديروا شي فاكهه اللوز ولا شي حاجه، وعاد كديروا الفاكهه اللي الاساس ديالها هاد التحليه هذا. دونك كيف كتشوفوا انا استفدت الكيوي بهذه الطريقه هذه باش كيبان في يعني كيبان كيجي راقي في الصوره وكيجي زوين في المنظر ديالو كيجي زوين. وعاود درت البسكوي عاوتاني وكبت هذاك الكاسترد اللي بقى ليا وزوقت عاوتاني بالكيوي من الفوق. الناس النباتيين اللي ما كيشربوش الحليب البقري يقدروا يديروا الحليب ديال اللوز او الحليب ديال الكوك او حتى الحليب ديال الشوفان كيجي زوين، ويصايبوه بنفس الطريقه اللي كنصايبوا بها الكاسترد عادي بالحليب البقري، يصايبوا بها مع الحليب النباتي. دونك هذه في حاله الناس اللي ما كيبغيوش يستعملوا الحليب البقري بيديروه يعني صحي 100%. كانت هذه هي الفكرة ديال الفيديو، شكرا لكم، بسلامة، الفيديو المجيء إن شاء الله.